فضيلة الشيخ، تكلمت عن وجوب الأخذ بالكتاب والسنة، ووجد جماعة يقال لهم القرآنيون، فما موقفنا منهم؟ مثل ما تقدم، ليسوا قرآنيين ولكنهم كذابون أعداء للقرآن، لأن القرآن أمر بالسنة وأمر بطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، من أنكر السنة فقد أنكر القرآن، ومن عصى الرسول فقد عصى القرآن، فليسوا قرآنيين ولكنهم ضد القرآن وملاحدة وضالون، بل كفار بإجماع أهل العلم، من أنكر السنة ولم يعمل بها وزعم أنه لا يعمل إلا بالقرآن فهو كاذب لم يعمل بالقرآن، وضال مضل كافر بإجماع أهل العلم. وقد كتبت في هذا رسالة مطبوعة سميتها وجوب العمل بالسنة.